رامز جلال جميل، ده حلو قوي. رامز صاحبي جدا لو يعني، استضافك، استضافني 3 4 مرات، لو استضافك تاني هتعمل ايه؟ همثلها وخلاص والسلام عليكم. اوه هتمثلها يعني، انت بتبقى طيب. عارف ورايح ان انت بتمثل. اه انت رايح بتبقى رايح برنامج رامز جلال وانت عارف انك بتمثل. مش انا بس، امال مين؟ ايه ده، امال مين ايه؟ انت عايشه في قاره تانية ولا ايه؟ لا لا مالكش دعوه بيا انا، احنا اه دلوقتي بنكلم اه يعني انا انت عايزه كاعلاميه تقولي لي، رايي محايد. انت عايزه تقولي لي جابوا شاروخان وبهدلوه ونزلوه مش عارف ايه، وشاروخان ما كانش عارف يعني؟ لا كتير بنكون عارفين، كتير بنكون عارفين، بس صراحه مش من رامز اللي بيتصل بيك ويقول لك يا عصام عايزينك في الحته الفلانيه هنصور كذا كذا، بس والنبي هو مقلب بس ما تقولش، فخلاص بنعملها بتبقى وخلاص. عارف ان هو مقلب. اكيد مفيش حد بيروح مقالب من المقالب دي كلها الا لما يكون عارف، بس اي حد بقى يطلع يقول لك انا اتضحك عليا ومش عارف، لا واللي هيهاجمني دلوقتي يعني انت رحت قبل كده 3 مرات اكيد وانت 3 مرات عارف ان وعارفين. انت بتمثل وطلعة جميلة وطلعت جميلة كمان. جدا والناس ضحكت وتمام. بصي طول ما انت بتمثليها وانت خايفة ومرعوبة وبتصوتي وبتشتمي ومش عارف ايه، تبقى انت طب مش خايف ان انا اكون فل. مع رامز جلال دلوقتي؟ مش خايف ايه؟ اكون مع رامز جلال دلوقتي تكوني مع رامز؟ ورامز اكون مع رامز جلال في البرنامج الجديد بتاع رمضان ويدخل علينا دلوقتي؟ لا رامز حبيبي صاحبي، ما هيعمل ايه يعني؟ لا مقلب يعني، ممكن يكون مقلب، ممكن ابقى انت بعمل عامله فيك معايا مقلب. مقلب؟ اتمنى يلا بس تقولي لي عليه عشان نمثله صح بس. يعني انت لحد دلوقتي يعني بتعرفنا ان انت بتبقى رايح وعارف ان ده تمثيل، كلنا كلكم بلا استثناء حتى شاروخان. يا سلام، جاب شاروخان وبهدله ونزله في الارض وبهدله وتقولي لي شاروخان مش عارف؟ لا طب طب يلا نغني حاجه. يا لهوي هنغني تاني؟ ايوه نغني بقى، نغني يلا نفس ال... يلا نغني شنكوتي بقى، نفس شويه شنكوتي. ايوه نفس يا جماعه. يعني واللي يكون كدب وابو لمعاوي شاغل في بنات الجامعه يبقى الواد ده ايه؟ شنكوتي. واللي عامل نفسه بلانتينو وكل بنات الكون عاجبينه يبقى الواد ده ايه؟ شنكوتي. طب واللي يعشم بنت جميله ويعمل باشا وهاي يعمل لها من البحر طحينه ويقول لها باي باي، اللي يعشم بنت جميله ويعمل باشا وهاي صاحبتها وما تقعدش دقيقة في بيتها تبقى البنت ايه؟ اللي تحب عريس صاحبتها وما تقعدش دقيقة في بيتها تبقى البنت ايه؟ شنكوتة. اللي رقم تليفونها توزع على كل الشباب وبتضحك عليك وتقول لك قلبي في حبك داب، اللي رقم تليفونها توزع على كل الشباب